تعالي بس تعالي يا رب البيت ده يشيلني من دماغه يا رب. في ايه؟ اهدي استني بس. بتعملي ايه؟ اصبري بس ثواني هوريكي حاجه فظيعه. استني بس. ايه رايك اسامه منير ده بتاع الراديو؟ راديو ايه؟ هتجننيني؟ ده شبه اسماء بس. اسامه منير ده يا ستي اخو صاحبتي، خريج سياحه وفنادق بس عايش في الغردقه. ايه رايك؟ بحر وسما وعيشه فله. هو لطيف بس تحسيه مصدغ يعني. شوفي دقنه عامل، بصي اللغد اللي معاه مصدغ ورايح ورا. خلاص إيه خلاص خلاص. بصي ده بقى احمد. يا توتي اخو دودي، فاكراها صاحبتي؟ وده ينفع للجواز ده ولا ايه؟ لا اله الا الله. خلاص استنى، ده بقى معليهوش كلام اهو. خليل اخو منير، بصي جميل. انا اتجوز واحد اسمه خليل؟ حرام عليكي يا شيخه، اعمل لك ايه؟ ارمي نفسي في البلكونه هنا وتخلصوا مني وخلاص؟ في ايه؟ وترتاحوا كلكم انتي في البيت ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اللي خليل شايف عامل ازاي؟ ده قمر. ماله خليل؟ ماله؟ ده قمر. على فكره مفيش حد فيهم عاجبك. مين بس اللي هيعجبك بقى؟ يا ستي مش هيعجبني حاجه من الحاجات العاديه. انت شايفه العجاب جدا. خليل رهيب خليل ده. وعلى فكره انت بنت موكوسه ونكديه. على فكره بقى انا عايزه اقول لك على حاجه، انت ممكن اصلا في واحد يعجبك وفي كل المواصفات اللي انت عايزاها وما فيهوش غلطه، بس في الاخر انت بقى يا ستي مش هتعجبيه. ليه يا امي ما عجبوش؟ ليه يا امي؟ هونا في حاجه ناقصه؟ الله، اما انك بنت غيرك مزعيش وما عندكيش ثقه في نفسك. انا برضو؟ ايوه، وهو ده الفرق اللي بيني وبينك. وبعدين انا واحده لما احب اتجوز يعني هعوز مود، وبعدين روقان، عشان انا بالنسبه لي الجواز يا استاذه ايوه بدايه مرحله. ايوه يعني اما ابقى عايشه في بيت ابويا وفي العز اللي احنا فيه ده كله، لازم اروح بقى لبيت الدلع والروقان. مش هنتقل من بيت ابويا للسجن ويقعد بقى يذل فيا قومي اغسلي وقومي اطبخي. لا يا امي، انا عايزه المرحله اللي جايه تبقى مرحله احلى من المرحله اللي انا عايشه فيها. نهار اسود. لا استني بقى، استني لحسن، الموضوع ده مهم جدا. اوعدتوني هتكلمي خليل. خليل؟ خليل مين؟ ده انا هطلب لك مستشفى المخاليل عشان يجوا ياخدوكي من هنا واخلص منك. مخاليل لما ياكلوكي ومش هتروحي مني في حاجة.